بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للجمعية الوطنية الصحفية اليوم في السوق العربي. تحية على الكتاب. تحية لحضور الكريم. بالنسبة للسؤال ديالكم كان في 2023 يعني هذه ما يبقى لي 5 سنوات لأن كيجي هنا الفريق كاين نفس هذه 5 سنين. فغاصح الفريق القسم الأول هو الساعة 2009 يعني عبر ربي يعني كنت لنا في ضمن الفريق اللي حقق الصعود و 2010 يعني ملي جينا يعني كلاعبين محليين اننا التحقوا بالفريق صدمنا يعني بواحد المكتب اللي هو يعني جاب واحد الفكره بانه هو بغى يحقق الصعود ولكن بلاعبين اللي هما اجانب 100%. ولكن حنا يعني كلاعبين محليين جينا باش اننا نساعدوا الفريق على اساس بانه القضيه ديال الصعود ما تكونش في السنه الاولى ولا حتى في السنه الثانيه. يعني خص توجد مشروع مستقبلي للفريق يعني مثلا توجد فئه صغرى يعني من الكادرين لي جونيور باش انك تطلع فرقه اللي غادي تنافس على الصعود. والمشكله اللي وقع فيها المكاتب السابقه انه من السنه الاولى يعني من 2010 حتى الى السنه الماضيه ما يقارب 4 سنوات وما كانش تقاطع الصعود. ولكن المشكل انه هو تصطدموا المشكل ديال الماديات في حين ان الفكره اللي كنا عطينا لهم بان باش انا نمشيو فريق اللي فيه ولاد المدينه ان ما تقبلوش ديك الفكره. وهذا هو السبب على ان الفريق ما عمره غادي يحقق الصعود بديك الطريقه لان الفريق اللي غادي يحقق الصعود هو انه يوجد فريق اللي هو المحل اللي يكون فيه تقريبا ما يقارب 80% من ابناء المدينه لانه هو اللي كيتقاتلوا على القميص ديال المدينه. والالتحاق يعني الالتحاق ديالي كمساعد مدرب مع المكتب الجديد فكانت هناك رغبه ديال اننا نحققوا الصعود. ولكن كما قال السي حماد صدمنا مجموعه المشاكل في السنه الماضيه حاولنا ان نتجاوزوها. الحمد لله ان السنه الماضيه مرات يعني في واحد الجو اللي رائع جدا لان فاش المكتب لنا تقدر المشاكل ورغم الناس اللي كانوا ضد الفريق ولكن الحمد لله يعني حققنا واحد المرتبه اللي هي جد رائعه هي المرتبه الخامسه. وكاين هذه السنه يعني كاداره تقنيه وكمكتب نسيان يعني وضعنا برنامج اللي هو ان الفريق خصو يصعد ان شاء الله القسم الوطني الثاني. ولكن دائما نقول بان ماشي القضيه ديال الصعود هي اللي مهمه ولكن انك كما تقول المثل ماشي انك توصل القمه المهم هو انك تبقى في القمه لان مادام انك باقي ما عندك فريق اللي هو متكامل مع الفريق اللي هو في ولاد المدينه ما يمكنش انك تبقى في القمه. ولكن السنه الرغبه ديال الجمهور والرغبه ديال المكتب احنا غادي نشرع ديالنا على اساس إذا تقدم على فعاليات المجتمع المدني يعني من العمل مجلس البلدي المنتخبون الجمعيات لا طبعا جميع جهود قدر أننا نحقق الصعود. ولكن إذا بقات تلك المسافة بيناتنا بعيدة ما يمكنش أننا نحقق الصعود. فيما يخص الانتدابات فالحمد لله ما يقارب يعني 88 يعني لاعب اللي جربنا في هذا الشهر اللي داز في ولكن للأسف أن لقينا يعني نيفو واحد اللي كاين يعني اللعبة ديال عرفة مع اللعبة ديال السنة ديال هاد السنة. اتصلنا مع بعض الإخوان سواء في الدار البيضاء ولا في مراكش حتى الساعة تنتظروا الالتحاق باللاعبين بالفريق يعني باقي ما كاينش الجواب اللي هو مطمئن لحد الآن. يعني الفريق يعني كان يلعبوا الفريق في السنة الماضية بالإضافة إلى بعض اللاعبين اللي هو من لي جونيور ديال فريق عمل جديد. وتنتمناو ان فعاليات المجتمع المدني يلتحقوا بالمبدا ديال ان عنده اراده قويه باش انه يحقق الصعود ويقسموا على الصعود في هذه السنه ان شاء الله. وفيما يخص الفكره ديال المكتب على الاداره التقنيه صراحه انا نشكر المكتب الروسي لان اعطانا كامل الصلاحيه يعني ما كيدخلش في يعني في اللاعبين يعني شفتوا هذا وشفتوا هذا فعطينا كامل الصلاحيه باش اننا نختاروا اللاعبين
تنسف لأن أغلبية ما حدش معايا في الظروف.